ده انت طلعتي لهلوبة في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه تعشينا بر. يعني غدا وعشا برا. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه يا منار، هتتخانق معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تسحب عليك الكلاب دي، ما عندهاش شخمه. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها نعميها في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها، لكن خلاص مش قادر. انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه، اهدي شويه يا مناه، مش كده اعصابك. لغايه امتى يا رؤوف؟ ماشي ماشي، لا يعني لحد ما ربنا يفرجها بقى، هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا واتفسحنا. هو قصنا ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف، ما فيش حته تقص كده غوفه، رقصه صغيره رقصه صغيره. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. اسمعوا ده، جاتكم خيبه في ودانكم. صباح الخير يا منور، نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل؟ في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى يعني؟ الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بقى انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكم المصروف. ايوه بس. ايوه يا منور منور، معلش تيتا فين بصراحه؟ ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منور. أنا عايزة الأكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجة. ما تحش يا أخويا حش. إيه فجأة فجأة كده النكت كده وخنق غاب؟ ده أنا هشنك. وهوب أنا من أواكل. اتفضلي. عين العقل يا روي هاني. هم موكليني أقبض ماهيتهم حتى أسألهم. أسألهم ده إيه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ تاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين، علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. هو خير يا فندم؟ ايه يا اهلا، ازيك يا تيتا؟ صباح الخير، عامله ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك هنا عندنا؟ شغلك ايه يا مروان؟ في ايه؟ مفيش يا فندم، انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟ صحيح، انت عايز سلفه ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم. هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد، فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالارم فاهم يعني، كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه، لكن عايز سلفه علشان بدله؟ عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجه؟ جيل هايف. جيل هايف فعلا يا روي هانم. طلبك مرفوض. الله، يعني خصم 5 ايام علشان الهيافه اللي انت فيها دي. فضل. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. فضل. ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير؟ انا راجل وحداني ومراتي متوفيه بقى لها اكتر من 10 سنين. مش فاهمه. عايز اقول لسعادتك ان انا عايز ارتبط بيكي على سنه الله ورسوله، وفرق السن اللي بيننا مش فارق. فرق السن يا بجم. ايه
وبعدين رؤوف هتعمل ايه؟ مناعة عندها حق بصراحة، بصراحة يا مروان يعني. مناعة استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف. الخلفة. الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي. اسمع مني. يا حبيبي الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا. احنا مفيش تركيز خالص، أنا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف. ايه الموضوع؟ اسمع اسمع ونطش، ما تتكلم على طول. حاضر حاضر. بقول لك ايه؟ انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت ها؟ وتطيب خاطرها بكلمتين، خلاص؟ وتقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروحوا في اي حته فاضيه ما فيهاش تاريخ ابني. تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف. إيه؟ دي مراتي، اخد مراتي تحت الكوبري. يا منى دي ست كبيره يا منى، وان شاء الله كلنا نكبر. عشان خاطري، عشان خاطر ربنا يعني، خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني، يعني احنا لسه في عز الشباب. نسيت ان احنا لسه عروسان يا منى. في ايه يا منى؟ ركزي معايا شويه. انا وربنا بص بقى ها. ايوه كده اضحك يا منى، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منى. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال. بقول لك يا ابراهيم. خير. عايزك بصراحه يعني ودي لي الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. يلا منى، يلا منى. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. تعالي بس تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منى. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفيها ايه يا منى؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا. يا اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه، ما بتلم عليك يا منى. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم، نحس ببعض يا منى. يا منى انا راجل وبحبك وانت مراتي. فعادي بقى، عادي. وبعدين احنا مسيطرين، ما تقلقيش، سيطره سيطره. احب بقول لك ايه؟ اول ما اقول لك اوكي ابدأي ها؟ جاهزه؟ ها. يلا يلا بوسي يا منى، بوسي بوسي يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ نهار اسود نهار اسود نهار اسود. وربنا مراتي. انزل يلا مراتي انت وهي. ايه يا فندم ده عبيط؟ ايه؟ انزل يلا ده عبيط. ايه حضرتك؟ حبيبي وربنا مراتي. صدق صدق انت اللي ليه مراتي وربنا مراتي. طبعا مش هتصدق. شهود وتلبس. الحمد لله يا رب، الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته، انا مش مشقوطه. ايه يا منى؟ ايه يا منى الكلام الفاضي ده؟ قدام جوزك انا مش مشقوطه يا فندم. الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاوى ومخدرات، جاي حضرتك في المروه اللي ما ينفعش تحبسني فيها وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا رؤوف، المره دي هتتحبس بقانون. شوف انا وانت مستنيين اللحظه دي بقالنا قد ايه؟ وهي جت لغايه عندنا. عيشها بقى ارجوك، ما تفسدهاش. بكرة الصبح هتتعرضوا على النيابة، والنهاردة حبته في التخشيبة. يا فندم صدقني أنا مراته. في إيه يا رؤوف؟ مالك؟ مش عارف مالي، حاسس جسمي ساقع كده، مش عارف مش عارف، شكلي تعبت. أنتوا مصممين على الكذب؟ طب فين الأسيمة؟ حاضر يا فندم، موجودة الأسيمة الحمد لله. طب كلمتيتها. معلش 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 معلش، خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. ألو مساء الخير تيتا، ممكن التيتا يعني هات حضرتك معلش تجيبي لي قسيمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه، هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم لما زوج وزوجه يتقفشوا في عربيه في الشارع بذمتكم؟ ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ملك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجه يحبوا يغيروا يجددوا؟ مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا لكم يومين في لوكاندا، سافروا لكم يومين وقعدوا على البحيره. بحيره ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا، فيها في واقعيه شويه بقى. اخرس خالص. الظاهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب، لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خير تيتا؟ في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده؟ ده هتقلبنا منى، ده ما حصلش كده في اسمي يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك اتفضل. هات كمان. ربنا ما معايا. لا هات كمان. في ربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا كتير. كتير ايه؟
احسن هديك على بوزك. خلاص انت مفيش حاجه تنفسي شويه استحمديني. طيب غور من وشي. حضرتك غنم في حلم معين حضرتك تقول لي احلامه ولا احلام بوحدي؟ شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر. يا منور وحشاني يا منور. أنا مش طايقة نفسي. مالك يا منى؟ حاسب كفاية كده، روح انشر دول وتعالى خد الباقي. حاضر يا تيتا، حاضر. منى مش عايزك تتعب نفسك في أي حاجة، لو عندك حاجة وسخة سيبها لي. بيبي عامل إيه؟ يا تي بابا 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 شيليك يا منى عشان مخنوقة. مش بتاعتك. اقف وقدك. اوكي؟ اوكي ها؟ اشتغل على الشريط دي، خد تاكسي وهرب. ها؟ ابدا في مكان جديد ما فيهوش قهوه وضرب. ها؟ ما تقواش المأساة بتاعتي. يلا يا حاجة شوفي الكاشير اللي ورايا ولا مش مكان عطلانة. ايه قدامك عطلانة. فين المدير بتاع المكان؟ يا اوفا مش هتروح ولا ايه؟ لا يا معلم اتكلت على الله، انا واخد وديه زياده من المدير. انت عارف الزوبه موان راح. ايه قعدتنا الذهبيه؟ الزبون دايما على حق. وانت يا زمن قاسي علينا زمن. يا تيتا حرام عليكي، الشمس هتحرقنا. مش عايز اقوى الاهومات. اسمع يا ولد، انت تسمعني وانت ساكت خالص، فاهم؟ العلماء لغايه النهارده ما قدروش يوصلوا لاوضه الملك، مما يدل على عبقريه الفراعنه. انت يا حيوان يا اللي اسمك ابراهيم بتعمل ايه عندك؟ عايزه مني ايه بس يا تيتا؟ عايزه مني ايه؟ ما انا سامع كنت بتتكلمي على الفراعنه. فراعنه؟ اسمهم فراعنه؟ ما انت جاهل. اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد. استفيد من ايه يا مؤاخذه؟ دايما انا في شويه رمل وشويه حجاره وتقول لي استفيد؟ ده ايه الخروجه الزفت دي يا رؤوف؟ كنا رحنا القنوات الخيريه، كنا رحنا بلنتين، كنا شمينا شويه هوا نضاف. عايز تشم هوا؟ اه. من عينيا الاثنين. جوبلز رعد. كلاب لا، كلاب لا، لا، كلاب لا، لا، كلاب لا. بص بقى يا عبدو، الحكايه ما فيها ان دي اختي منور. اهلا وسهلا. وده جوز اختي رؤوف. يا اهلا وسهلا. عندهم مشكله كده يعني، هما يحكوها لك بقى بمعرفتهم، بس انا عايزك تعمل معاهم الصح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قول يا منار. دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقه وكل واحد يعيش في نصيبه. يا سياده المستشار، حضرتك مش فاهم الموقف. الست دي تريب جامد جدا. الله، يعني صعب عليكم قوي كده وهي اللي معوراكوا عامله البلاوي دي؟ ما انا شايف، ما انا شايف. والله يا الاخت منار برضه قالت فكره يعني مش وحشه. احنا نرفع قضيه ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحاله العشره مع الست دي، وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وهتشهدوا كلكم انها ست مش طبيعيه. الله يبارك لك، احنا نشهد، كلنا نشهد طبعا، نشهد. طب برضه نسمع راي الاستاذ رؤوف. اتكل على الله يا استاذ عبده. ارفع قضيه. طيب في عربون ولا احنا هنعمل القضية دي بالحب كده؟ يا جدع بالحب وفي عربون طبعا. في ادفع رؤوف. كام حضرتك؟ لا لا لا، ما باخدش فلوس في ايدي. اللهم صل على النبي. مش بقول لك يا شرفنا ما تفتحوا الباب؟ هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راوية سيف الدين القاضي. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليكي قضية. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك، امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا اهو. الف شكر، سلام عليكم.